اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، وابداها بالعنوان. خطه لافتتاح حديقه في محافظه يمنيه تاسست قبل 50 عاما. بريطانيا باعت اسلحه للسعوديه باكثر من 15 مليار استرليني خلال حرب اليمن. ومن أخبارنا المنوعة، مواطنو دولة أوروبية يرفضون الخروج من منازلهم رغم قرار الحكومة. أهلا بكم. تتواصل ردود أفعال المنظمات المحلية والدولية تجاه حكم الإعدام الذي أصدرته ميليشيا الحوثي ضد 4 صحفيين معتقلين لدى الميليشيا منذ 5 سنوات وعنونت الصحوانت. مراسلون بلا حدود عن القرار الحوثي بحق الصحفيين يعيد للأذهان ممارسات عصور غابرة، حيث دعت منظمة مراسلو بلا حدود إلى الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية. واستنكرت المنظمة في بيان لها قرار ميليشيا الحوثي بقتل 4 صحفيين مختطفين لديها منذ العام 2015. وأكدت صابرين النووي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود أن أحكام الإعدام هذه تظهر الطبيعة القمعية المنهجية للمتمردين الحوثيين ضد الصحفيين، وتميط اللثام عن تصميمهم على استغلال مثل هذه المحاكمات السريعة لتصفية حساباتهم مع جميع وسائل الإعلام الناقدة. يقول الموقع بوست أنه بعد مضي أكثر من شهر ونصف على تواصل الحكومة والحوثيين في اليمن إلى اتفاق لتبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة، عاد طرف النزاع إلى تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر تنفيذه. يقبع آلاف من أسرى الحرب في اليمن بسجون طرفي النزاع، غير أن جماعة الحوثي تواجه اتهامات باعتقال مدنيين والسعي إلى مقايضتهم بمقاتليها الأسرى لدى الحكومة. الأمم المتحدة وعبر مبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث رعت في العاصمة الأردنية عمان منتصف فبراير الماضي اتفاقا لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين، اعتبره مراقبون انفراجا للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع. الاتفاق الذي قال جريفيث أنه مقدمة لعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى نص على إطلاق سراح نحو 1420 أسيرا ومعتقلا من الطرفين في مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى حتى الانتهاء من تبادل كافة الأسرى. بعودة الجانبين الحكومي والحوثي إلى تبادل الاتهامات بشأن تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، تتضاءل الآمال بخصوص إمكانية استغلال المخاوف من تفشي فيروس كورونا للإفراج عن جميع المحتجزين في السجون. فريق الخبراء الإقليميين والدوليين بشأن اليمن أعرب عن قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي الفيروس بين السجناء والمحتجزين. شركاء متشاكسون في عدد، تحت هذا العنوان كتب علي سعيد الأحمدي مقاله المنشور في المصدر أونلاين وأضاف. يحلو للبعض أن يعزو ما يجري في عدن لفقدانها سلطة الزعيم وأجهزته، آخرون يعزونها لضعف الجنوبيين وعدم جدارتهم بإدارة الدولة، وغيرهم يحمل السلطة الشرعية أسباب الفشل كلها. الحقيقة غير ذلك، فنظام علي عبدالله صالح لم ينجح بسبب شخص الحاكم، وشرعية لم تفشل لعدم توفر الإمكانات، والجنوبيون لم يفشلوا لأنهم جنوبيون. هناك سنن وأسباب تؤدي لنجاح وتحقيق الإنجاز وأخرى تسبب الفشل، وقد كرر علينا الدكتور محمد حيدر مسدوس عبارة يصلح اليوم أن نتذاكرها سويا وإن كانت في مسار آخر: وحدة الهدف شرط موضوعي لوحدة القيادة، ووحدة القيادة شرط ذاتي لتحقيق الهدف. لا يمكن بحال أن تتشكل قيادة تدير المدينة وتنظم سير الحياة فيها ما لم يكن هناك هدف واحد يتفق ويجتمع عليه الجميع. أما إذا تعددت الأهداف والمشاريع فهذا بطبيعة الحال وببساطة لن يقود لتشكيل قيادة واحدة يمكن أن تحقق أي هدف مرجو، وتحقيق أي هدف لن يحصل نهائيا بدون قيادة واحدة ورأس واحد. ما لم ينتهي العبث بحياة الناس واستقرارهم ومصالحهم
تحت مقامرات أحيانا باسم دولة الجنوب وأخرى باسم قواتنا المسلحة الجنوبية. ومن هذه الشعارات التي كشفتها لمن لم يبصر مبكرا 5 سنين مريرة مؤلمة، فسوف تستمر المدينة تحت عبث الشركاء المتشاكسين. مع اقتراب شهر رمضان يقول موقع يمن مونيتور إن مظاهر أزمة اختفاء مادة الغاز المنزلي عادت إلى شوارع صنعاء بشكل لافت مع توسع السوق السوداء. وقامت ميليشيا الحوثي برفع قيمة اسطوانة الغاز إلى جانب امتناع محطات الغاز تموين الحافلات والسيارات منذ نحو أشهر، ما زاد الطلب على المادة وانتعاشا للسوق السوداء. ونقل مراسل يمن مونيتور وصول سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى 8000 ريال يمني في ارتفاع 3 أضعاف سعر المادة الحيوية التي لا يستطيع المواطنين الحصول عليها إلا من السوق السوداء، بعد أن أصبحت وسيلة لصرفها للموالين لأنصار جماعة الحوثي المسلحة عبر كشوف ترفع من عقال الحارات. محطات بيع الغاز شهدت ازدحاما شديدا بعد انتشار خبر وصول كميات محدودة من مادة الغاز المنزلي في عدد من المحطات ليست كافية لتلبية احتياج المواطنين. إذا كنت تسكن في محافظة شبوة وأردت اصطحاب أطفالك إلى الحديقة فعليك السفر معهم إلى مدينة عدن، وهناك سيكون بإمكانهم الدخول إلى حديقة، لكن هذا قد ينتهي قريبا. ووفقا لموقع عدن الغد، حديقة عامة لأول مرة في تاريخ شبوة. وقال الموقع: تستعد محافظة شبوة لافتتاح أول حديقة عامة في تاريخ المحافظة. وكانت شبوة قد أعلنت رسميا كمحافظة قبل أكثر من 50 عاما، وظلت تفتقد لحديقة عامة واحدة. ووفقا لعدن الغد، فمن المتوقع أن تتسع الحديقة لمئات الأسر وتحوي ألعاب ومواقع ترفيهية أخرى. يقول الموقع: شهدت محافظة شبوة توسعا كبيرا خلال الفترة الماضية في مجال المشاريع. أمامنا اليوم فرصة ذهبية للمراجعة والتضامن والمحبة يضعها أمامنا فيروس كورونا. إن لم نلتقطها جيدا، سيما نحن العرب، فلربما نواجه خطر الاندثار. هذا جزء من مقال كتبته سامية عيسى ونشر في صحيفة العربية الجديد وأضافت في أجزاء منه. نحتاج أنسنة عالمنا والصمود في وجه نزعات التسلط والهيمنة والحروب التي تخطط لها وما تزال، والظلام العالمية الراسخة أو تلك التي تسعى إلى أن تمد سلطانها على مصادر عيشنا وتعبث بالكوكب. أولويتنا البيئة ثم البيئة ثم البيئة، وما تحمله الخطايا التي ارتكبت بحقها من أضرار تهدد وستهدد عن قريب مصير البشرية برمتها، ولكن بالتوازي أيضا في مواجهة كل قضايا الشعوب مجتمعين، وفي مقدمها قضية فلسطين كونها معيارا أساسيا في تحديد معالم مستقبل البشرية لما حملته من عذابات لشعب فلسطين، وتهدد تداعياتها العدالة الكونية والسلم العالمي، ولما يتسبب به الكيان الصهيوني العنصري ومن ورائه الحركة الصهيونية واخطبوطها العالمي من تأثير مدمر على النظام الاقتصادي العالمي، كما الإعلام ومنظومة حقوق الإنسان العالمية لتجاهلها القرارات الدولية ذات الصلة، سيما إن تمكنت الإنسانية من وعي الترابط بين القضايا الكونية وحقيقة أن أي مساس بحقوق شعب هو مساس بحقوق البشرية برمتها. وهذا ما يجب مراجعته لتصويب المسار نحو عالم جديد لا تحكمه الولايات المتحدة أو الصين أو أوروبا أو أي كان ممن لديه نوايا توسيعية استعمارية جديدة مهما تزينت بالحرير أو الذهب أو الدين، فيما هي تخطط لاستعادة أمجاد إمبراطوريات اندثرت سعيا إلى التوسع ونهب الشعوب المجاورة والبعيدة. نشرت صحيفة الجارديان تقريرا حول مبيعات شركة بريطانية مختصة بالطائرات والمقاتلات، وعنونت الصحيفة: بريطانيا باعت أسلحة للسعودية بأكثر من 15 مليار استرليني خلال حرب اليمن. ويشير التقرير إلى أن المبيعات تمت على مدار 5 سنوات، وهي المدة التي ضلعت فيها المملكة في عمليات قصف مميتة في اليمن. ويضيف التقرير أن النشطاء حللوا التقرير الحكومي السنوي لمبيعات الشركة البريطانية الرائدة في صناعة الأسلحة ليكتشفوا أنها تمكنت من تحصيل عائدات فاقت 2.5 مليار جنيه استرليني من مبيعات الأسلحة للسعودية خلال العام المنصرم فقط،
ويضيف التقرير أن الآلاف من المدنيين لقوا مصرعهم منذ بداية الحرب في اليمن. وأيضا يضيف التقرير أن السعودية هي الثالث أكبر مشتري لمنتجات الشركة بعد وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، وأن ما يقرب من ثلث صادرات الشركة للسعودية كانت مقاتلات تورنادو ومرافقاتها من أسلحة وأنظمة وبرامج. تتحدث الكاتبة سارة ربيع في مقال بصحيفة الشرق الأوسط عن ما فعلته العزلة بها وتقول: يقف الإنسان مصدوما أمام ضعفه، يعتقد طوال الوقت أنه مسيطر وقابض على زمام أموره بشدة، يدير دفة أيامه كما يشاء إلى أن تأتي ظاهرة حتمية تضعه أمام نفسه ويشاهد مقداره أمام تدابير الكون. أصعب ما تفعله الحروب مواجهة عدو غامض غير مرئي، تخافه وتخشاه ولا تعرف له طريقا للخلاص. بعدما يقرب من شهر من العزلة والحجر المنزلي تغيرت نظرتي للأشياء. التفاصيل اليومية المملة أصبحت مطلبا وأمنية، الزحام والانتظار بالطرق انضموا إلى قائمة الفقد. أقضي يومي كما لم أمارسه من قبل، أكتشف البيت وجدرانه وكيف تخاذل عامل البناء في لصق ورق الحائط بدقة، وأكتشف صغيرتي من جديد مفاهيم أخرى أوسع عن الإنسانية والمشاركة عن بعد. أقع في فخ الخوف والقلق باستمرار، أطارده كما كنت أطارد البعوض في غرفة صغيرتي خوفاً عليها من لدغاته القاسية، لكن تمد لي الإنسانية بأطرافها الخفية كلما قرأت خبراً إيجابياً أو ارتفاع نسبة الشفاء. أشاهد مقطعاً مصوراً لكلب يلهو بكل حرية في بحيرة، أشعر بأنه أسعد مني الآن وأن أعباءه الوقائية أقل من ما ينبغي. في البداية كان الأمر صادماً وصعباً، تغيير نمط حياتك التي اعتدتها بسهولة إلى نمط آخر ممتلئ عن آخره بتعليمات الوقاية والحذر. أمضيت أول يومين في صمت إلى أن وضعت قوائم يومية ما بين ساعات العمل ومكالمات الأهل والأصدقاء ومتابعة آخر ما توصلت إليه الصيدلية من كميات الكحول. مع بداية لحظات الحظر تهدأ حركة الطريق تماماً، تختفي أصوات السيارات في مشهد لا يتكرر إلا برحلات الخروج إلى الصحراء ومطالعة النجوم. لا يقطع صفو المشهد إلا صوت جاري الذي يخرج للشرفة كل مساء يتحدث في الهاتف لأنصت بدقة إلى صوت الطرف الآخر. ربما هي المرة الأولى التي أتابع فيها ما توصل له الطب من أبحاث، تغمرني السعادة مع كل خبر عن لقاح، وكأنني أشجع بحماس فريقي المفضل. وبسبب فيروس كورونا ولمواجهة الانهيار الاقتصادي بعد توقف أنشطة العديد من المحال والأعمال التجارية الخاصة والعامة، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية بحسب شبكة CNN أنها ووزرائها سيحصلون على تخفيض في الأجور بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت في مؤتمر صحفي أنها على علم بالنيوزيلنديين الذين يعتمدون على دعم الأجور ويواجهون تخفيضات في الأجور ويفقدون وظائفهم نتيجة الوباء العالمي. وتضيف أيضا: يمكنني أن أؤكد اليوم أنني ووزرائي وحكومتي ورؤساء الخدمة العامة سنحصل على تخفيض في الأجور بنسبة 20%. أضافت أيضا: خفض الأجور لن يؤثر على السياسة المالية، ولكنه يهدف إلى إظهار القيادة التي اتخذتها الحكومة. نيوزيلندا سجلت حتى الآن أكثر من 1000 حالة إصابة بالفيروس مع 9 وفيات. رغم أن إحدى الحكومات الأوروبية سمحت للمواطنين بالخروج وممارسة حياتهم الطبيعية، إلا أنهم رفضوا الخروج وظلوا في منازلهم. وعنونت جريدة الأندبندت: الناس خائفون، النمسا تخفف قيود الإغلاق لكن الشوارع فارغة. وقالت الصحيفة أن أهم شارع في العاصمة النمساوية فيينا بدأ فارغا سوى من أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة، يرتدون الكمامات ويحثون الخطى بين المتاجر بعد قرار الحكومة بتخفيف القيود عقب شهر من الإغلاق. تتابع الصحيفة: رغم ذلك لزم أغلب المواطنين منازلهم خوفا من الوباء. الحياة البرية هي بيئة مفضلة لعدسة محترفي التصوير، وفي هذه الصور من صحيفة الجارديان بريطانيا تظهر صور لبعض الحيوانات. نتابع:
عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في آخر جولة من هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. هذه تحياتي وتحيات معدة هذه الحلقة الزميلة وأمل أكحلي. إلى اللقاء.